مين قال انه لاعب كرة السلة ما خصه بالرقص بيقدر يوصل للمراحل النهائية من برنامج دانسينج وذ ستارز؟ ضيفنا هلا قال واثبت هالشيء بجدارة اسبوع ورا اسبوع. هلا يمكن علاماته ما كانت على المستوى المطلوب، ولكن هالشيء ما اثر ابدا على الجمهور اللي انغرم فيه ودعمه للاخر، والفضل بيعود لاصراره، حضوره والابتسامة اللي ما فارقت وجهه شو ما كانت النتيجة. اليوم مشاهدينا، وقبل ما نحضر الحلقة الأخيرة من Dancing with the Stars، حبينا نتعرف أكثر على اللي فينا نسميه مفاجأة الموسم، إلي ستيفان. أهلا وسهلا فيك. هاي رولا، شرفتنا. أول شيء أنا مبسوط أنه دائما بحضر هيك، ومبسوط أنه أكون معك هون، وأنا كتير مبسوطة وأسريت أنك تكون اليوم، لأنه ما في خبرك إلي قدي في ناس وقفونا وبيسألونا دايما بدنا نتعرف أكثر على إلي ستيفان، هالشاب اللي خطف كل الأنظار بهالموسم من برنامج Dancing with the Stars. نحن اليوم خطفناك من الريهرسل، بنعرف أنه عندكم التحضيرات للحلقة الأخيرة، فعطيتنا شوي من وقتها قبل ما ترجع للتمارين. نحن عادة منروح على 12:30 وحدة، ومعنا بعد شوية وقت، واليوم ما عندي هافي ريهرسلز لانه عندنا جروب دانس اليوم. اتس ا فان دانس، ما في فان دانس، ما في بريشر، ما في علامات، و مثل ما بتحب يعني. دايما اصلا انا كنت فوت دايما عليهم اصلا، ولا مره كان يبين عليك انه مضغوط او متوتر، لانه هالابتسامه اللي عم تشوفها هلا ولا مره فرقتك بتصور، هيدي اللي خلتنا هالقد نتعاطف معك وننجذب. انا لقلي it was a competition بس at the same time it was a very fun show. I enjoyed the show، مشان هيك بتصور انه it projected للعالم انه كنت عم بتضحك وكنت مبسوط فيه، لانه عن جد it was great. وانت عم تقولي لي مين قال انه انا بوصل العالم، قالوا وجمهور الباسكت كان كثير وراي بالبروجرام، بتصور مشان هيك قدرت اوصل لمطرح بعيد. بدنا نحكي عن الاسباب اللي وصلتك لمطرح ما انت اليوم بالتفصيل، ولكن بدي اياك تاخذ لحظه هلا الي لتفكر بثلاث اشهر اللي مرقوا. بصراحه كنت تتوقع انه توصل للمرحله اللي انت وصلت لها اليوم؟ ابدا. انا عن جد اول ما بلشت البروجرام، اول شيء ما كان عندي اكسبكتيشنز ابدا انه شو بدي اعمل وين بدي اكون بالبروجرام. ما كنت حتى عارف انه كيف قد ايه فيها تمرين، قد ايه فيها تعب، ما كنت عارف على القد كيف الرولز تبع البروجرام. I was just انه فايت على بروجرام يعني جديد ما بعرف شيء عنه. يعني حبيت تخوضها. صح. وبس بلشنا كنا 14، عم بتطلع هيك انه انا تكنيكلي كثير بعيد، اذا بدها تصير دانسينج انا كثير بعيد عنهم. اول شيء اذا بدنا بس نحسب العلامات، ولكن مثل ما قلت لي انت بالفعل كنت مفاجاه الموسم، مفاجاه حلوه لإلنا، لانه ما حدا بصراحه توقع انك تضاين ومنهم انت، ولكن بغض النظر عن علاماتك كان في جاذبيه لا توصف بينك وبين الجمهور اللي دعمك للاخر. برايك لمين كان عم بصوت هالجمهور؟ للاعب كره السله المعروف والمحبوب اللاعب القوي، او الشاب اللي ما بيعرف يرقص ولكن عم بيحاول كل جهده حتى يتقدم بالرقص؟ انا بتصور اتس ا كومبينيشن. اول شيء بلشت يعني اول فتره، كان اول سي اول حلقتين ثلاثه انا بعتقد كان الجمهور تبع الباسكت هو وراي كل الوقت. هلا وانس انا صرت بالبروجرام اكثر وشافوا العالم انه عن جد عنده دعم، وهون بدي اقول بيج ثانك يو اجين، كل مره بقول لهم ثانك يو لكل الباسكتبول فاميلي اللي كانوا وراي، لانه مش بس ساعدوني وين كومز تو سويت، ساعدوني انه اقطع المشكله السايكولوجيك اللي كان عندي اياها، انه انا لعيب الباسكت عم برقص قدام مليونين شخص، انه حسسوني انه اتس اوكي. حركات ما بحياتك كنت تتصور تعملها. اكزاكتلي. سو بتصور من بعد السبورت اللي اعطوني اياه الباسكتبول فاميلي وبقيت انا البروجرام، العالم حبتني وشافت السبورت اللي عندي اياه من الباسكتبول فاميلي وكبرت هالفاميلي، وبتصور مشان هيك صرت انت مصير اكثر انه تبقى وتتقدم. انا بس تشوف انه العالم بدهم ياني بالبروجرام، وانا اوريدي نحن when you're an athlete دائما عندك competitive mind، صرت احس انه why not انه انا I can compete بشيء ما بعرفه ابدا. الرياضه دائما فرج العالم انه تحدي. صح. فرج انه even in dancing we can compete. I did my best وابدا ما كنت اتوقع انه رح اوصل على السميز، بس انه ما بعرف عملناها. الي انت اليوم لاعب كره السله محترف، بتلعب مع فريق الحكمه. صح. والباسكتبول كانت شغفك من الطفوله، مع انه سببت لك مشاكل انت وصغير. صراحه مش كثير مشاكل، بس بتعرفي انه اهلي بقول لهم بيج ثانك يو، لانه هن اللي اصلا هن اللي كانوا مصرين انه انا اكون بسبار، كانوا اول شيء حطوني بالجودو وانا هربت على الباسكت. هلا في مطرح بتعرفي بس سير الباسكت كثير
بروفيشن ويكون فيها تمرين كتير بصير بعدك شوي عن 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 الدرس. مش هونيك عملت لي شويه مشاكل، كنت اهرب ايام تروح العب باسكت، بس مع انه كنت تلميذ شاطر. صح، بس انا بدي اقول يعني هون انه بالمدرسة. انا بزعل، ما قصرت، بس انا بزعل انه بمطارح انجبرت قصر. لازم واحد يضله مركز على الستديز تبعه، لانه it's the most important thing. واكيد بس at the same time انا بقول لكل العالم انه they should follow their passion، لانه الان ما راح واحد ما بيكون مبسوط بحياته الا ما يعمل شيء عن جد بحبه. بدنا نحكي شوي كمان عن الباسكتبول الى جانب الرقص، ولكن بدنا نشوف اولا مشهد لحضرتك عم ترقص. حلو كثير، سوا نتحمس شوي. وهن يلي وصلوا، بس هو بالنمط المعروف يعني بول روم ولاتن مش مخلص حاله، فاجته هلا اللمبادا. اسمعوا كثير منيح، لمبادا. بس انا بقولكم انه ما تخافوا، روحوا المرحة رح تغطي على الخوف، واجواءه بتضل احتفالية لو شو ما صار. تمارين الي ورولا بهالتقرير. ما شفني عم نرقص، انا كنت حابه اشوفه عم يرقص اللمبادا. ما تحرقونا وتقولوا لنا بس اللمبادا. معلش اذا ما جبنا علامات منيحه على يا شوية لمبادا هلا. لا نشوف هالليلة بكير بعد. إلي، انت اخترت الماركتينج كاختصاص، انما كملت بكرة السلة. لعبت مع فريق شانفيل لعدة سنوات، من بعد انتقلت لفريق الحكمة وما زلت انت معهم اليوم. الرأس وين كان خلال هالفترة؟ الرأس كان بتصور بس وين مشاهد. when we go out مشاهدة بركة يعني هيك حاضر كم موفي. يعني ولا مرة أخذ كورسز رأس، ولا مرة تعلمت أو تدربت على رأس سابقا؟ كان آخر شيء بفكر بحياتي أنه أخذ كورسز رأس بحياتي بصراحة. وقبل ما فوت بروجرام ما كنت أعرف أنه ما كنت أعرف بشيء اسمه دانس، ما كنت أعرف أنه في كوميونيتي حتى هالقد كبيرة دانسينج. وأنا من بعد هذا البروجرام عن جد عرفت أنه it's very important to be مش it's very important. بتصور انا انه هذا العالم الدانسينج كبير وكتير مهم لكتير عالم، لانه عن جد بتخليك تطلع من حالك بكتير قصص، وتحس انه if you can dance in front of people if you can do anything exactly. And if Elie can do it, anyone can do it. فينا نأكد هالشيء. أكيد أنا أكيد إذا أنا بالقديه بعيد كنت عنا وقدرت أعملها بصور حالة حدا في يعملها. اتفاجأت لما عرضوا عليك الفكرة إلي؟ كتير ترددت، يعني ما خفت إنه شو راح تكون أولاً ردة فعل زملائك بالباسكتبول وكمان جمهور الباسكتبول، هل راح يدعمك بهالاختيار؟ ما خفت؟ كتير خفت. وأول شيء I was shocked انه انا هديك السنة حضرت البروجرام وحضرته باخر فترة، يعني باخر بركة اربع خمس حلقات تعلقت فيه باخر الموسم، بس ولا مرة فكرت انه انت معقول تكون محلهم بالسنة القادمة ابدا. بس اللي كنت شوفه انه كنت فكر انه شو بيكونوا عم بيفكروا بس بدهم يفوتوا انه يرقصوا قدام هالقد عالم بهالقد بريشر. بس حكيوني عن جد اول مرة دقولي، بتذكر كنت I was having lunch مع اهلي، كان هذا الاحد، ودق التليفون، قعدت صرت على الطاولة ستريسد اوريدي عم فكر انه انا كيف بدي اعمل هيك شيء. فكرت اكيد بالباسكتبول فانز انه شو رح يفكروا اذا رح يشوفوني انا عم برقص. فكرت بالعالم انه انا ام يوجولي فيري سيلف كونشس، بقى كثير عتلين هم من الفكره انه انا رح اكون عم برقص على التي في. بس فت فيه مثل ما قلت لك اوريدي، وبلشت باول حلقتين ثلاثه I was good. مش الحال. ودعم الجمهور اكيد لعب دور انه يكون دافع لك حتى تعطي اكثر وتتقدم اكثر. بعكس علاماتك بالباسكتبول، علاماتك او النقاط اللي جمعتها بالرقص ما كانوا على المستوى المطلوب، مع انه نحن كجمهور حسينا انه ظلموك ببعض الاوقات. شو علاقتك بلجنه التحكيم؟ لا انا حسيت هالشيء انت الي؟ لا انا عن جد ابدا بصراحه. هلا مره وحده بالجايف، هلا اول مره بتشاتشا فتت، انا فكرت حالي ما بعرف شو عم بعمل، انه ما معقول شو رقصت منيح. وعرفت ساعتها انه مش شغلتي. بالجايف كنت فكر حالي وقتها عن جد كنت متحضر منيح، كانت وفكر حالي انه ام جونا دو ويل. هون انصدمت، كانت اول مره بنصدم عن جد. كانت 23. بس يوجولي انا كنت اخذها دائما انه انا اول شيء ما انا شغلتي،
شغلتهم هن الجادجز عايشين فيها وبيعرفوا اكزاكتلي واحد شو لازم يعمل تجيب علامات. انا ايه ما كنت عم بس كنت دائما عم بخدها اتس فان شو لإلي. يعني نحن بنشهد لك إلي انه بغض النظر عن العلامات الواطيه اللي جمعتها ولا مره استسلمت ولا مره فارقت وجهك الابتسامه، وهالشيء يمكن خلينا نحن نتعاطف معك اكثر وخلينا نحن نكون مصرين اكثر انه انت تبقى. حسيت للحظه خاصه لما جمعت 31 و32 علامه، حسيت انه معقول هالدعم القوي المستمر والثابت لجمهورك معقول يوصلك للقب لحظه واحده؟ لحظة جنون فينا نسميه. لكن عن جد ولا مرة فكرت انه ما هيدا، وانا بصراحة كنت يعني ما بدي اقول بستحق، بس كنت بستحق اذا باخذ انا الكاس تبع دانسينج ستارز، لانه كثير بعيد تكنيكلي عن سبيشلي اللي بقيوا للفينال هلا مايا وكارال ودانييلا، وانا هون بدي اقول لها سلامتها لكارال لانه عن جد حرام لانه ابدعت هالموسم بالفعل. اكزاكتلي وشي ديزيرفز انه تكون بالفاينل وكان عندها شوت كبيره تربح التايتل. انا لا ما اجتني ابدا الفكره، وما اجتني ابدا الفكره انه اكون بالسيميز ولا بالكوارتر فاينلز. كنت بس هونيك عم بتسلى بالبروجرام والعالم قرروا انه خلوني بالبروجرام، سو انا كنت بالبروجرام وانبسطت انه بقيت. إلي انت قبل هالتجربه كنت لاعب كرة سلة محبوب ومعروف، شو قدمت لك هالتجربه؟ شو بتخبر عنك؟ التجربه دانسينج وذ ستارز بتصور انه كانت اكسبيرينس كثير مهمه لإلي، لانه اعطتني بوست بكل شيء رح اعمله بحياتي انكلودينج باسكتبول. اللي خلتني اقطعه هو انا بكثير قصص ايام اما كنت ام شاي، بس حسيت انه كان بالكاركتر تبعي، سو بس حسيت انه انا عم بقدر ارقص قدام مليونين شخص على التي في، قلت انه خلص اي كان دو اني ثينج. بتصور هيدي خلتني اقطع شيء كثير مهم بحياتي واعطتني كونفيدنس انه If you can dance, you can do anything. ليلي نحن إلي رح نودع الموسم الثاني من Dancing with the Stars. هل أنت رح تودع الرأس معه؟ أنا بصراحة رح كفي، لأنه أنا البور ومحبيتها ومثل ما شفت جبت علامات فيها. صح. شفنا. سو رح كفي بالتانجو ورح كفي أعمل وولدز أيام. على كل إن ساعتين أنا عندي بالجمعة بس مش أربع ساعات كل يوم. على كل إلي أنا عندي ليستة كتير طويلة للصبايا اللي حابين يتدربوا عندك إذا فكرت بالموضوع. لا أنا إذا شي رح أبقى أعمل باسكتبول سكول، دانسينج سكول. دانسينج وباسكتبول. الرأس ما أثر عليك بالباسكتبول، والدليل هو انطلاقتكم ببطولة لبنان من يومين بأول ماتش لإلكم، وأنت أبدعت بالماتش وكنت بلاير أوف ذا جيم، فأكيد منهنيك. إلي بسرعة بدي إياك تجاوب أو تختار وحدة من اثنين. شانفيل او حكمه؟ بسرعه؟ عاملك عم تسالي عم تعاملي لي شيء صعب، بس انا شانفيل او حكمه؟ حكمه. راس او باسكت بول؟ هينا هي باسكت بول. دانييلا او مايا؟ دانييلا او مايا؟ دانييلا بد لازم نقي؟ رايك؟ انا اصحاب مع دانييلا. بدي رايك مين بده يربح؟ ما مش مين دانييلا؟ بتصور ما بعرف، I have no عن جد I have no clue، لأنه اثنيناتهم very good competitors، اثنيناتهم very popular واثنيناتهم technical كثير منيح، وبتصور انه العالم هن اليوم رح يقرروا، وبس يفوتوا هن هينا صاروا يعرفوا الدريل، بفوتوا هن بصوتوا هن بيقرروا مين رح يربح اليوم. علينا نحن بس ننطر لليلة تنشوف النتيجة، وشو ما كانت النتيجة أكيد ما رح نكون زعلانين لأنه اثنيناتهم بيستاهلوا يفوزوا لأنه أبدعوا طوال الموسم. نحن بسطنا كثير فيك إلي بالبرنامج لكمان هون اليوم، ورح نتابعك ببطولة لبنان بكرة السلة، وإن شاء الله بنشوفك على الشاشة بتجربة جديدة لأنه بالفعل بتلبق لك. وأهلا وسهلا. ميرسي ميرسي رولا. وقفي مشاهدينا ومنتابعين.